السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت إياكم بحلقة جديدة من حلقات قناة ماستر التقنية، وياكم أخوكم سجاد الشمالي. فقرة أو حلقة التحديثات اليوم راح نخص بيها تحديث النوغات على النوت 5. تخيلوا سامسونج جالكسي نوت 5 زائد أندرويد 7 أو النوغات من شركة جوجل نفسه، أي مزيج وأي أداء راح يعطينا إياه هذا الهاتف؟ فبرأيي وبعد ما استعملت عدة أنظمة لشركة سامسونج على النوت 5 نفسه، من ضمنها كان اللولي بوب، من ضمنها كان المارشميلو 6.1 اللي هو التعديل إجي، كان أقوى نظام وأكثر نظام بسلاسة هو النوغات اللي هو آخر تحديث تلقى جهاز النوت 5 من شركة سامسونج. فما أطول عليكم المقدمة، اليوم أنا وياكم راح نتعرف على المزايا، راح نتعرف على الإضافات، راح نتعرف على التغيير، وهل هو إيجابي أو سلبي هذا الشيء أنتم تقرروا، وجهة نظري الشخصية تخصني أنا. فخلنا نفوت المحتوى الفيديو ونشوف التغيير على هذا الجهاز نفسه. طبعا بالبداية قبل ما نتطرق لأي شيء، خلينا نذكر أنه هذا هو النوت 5 اللي تقريب آخر جهاز من عائلة النوت اللي تمسكت به شركة سامسونج بعد فشلها بالنوت 7، اللي قفزت من النوت 5 للنوت 7 وتجاوزت النوت 6، فرجعت فشلها انه هي رجعت اعتنائها بالنوت 5. واعتقد انه معتقد جدا كبير راح نشوف نوت 8 او نوت 9 من شركة سامسونج، لكنه مجرد معتقد، يعني بما انه هي نزلت تحديث النوغات للنوت 5 اذا هي متمسكة بعائلة النوت الى الان، لكنه كقرار حاسم الى الان ما عرفه. فحاليا امامنا مثل ما تلاحظون تحديث النوغات على النوت 5، غيرت به شركة سامسونج بعض التغييرات، وهذه هي الواجهة الاخبار او النشرة او المجلة اللي دائما مزعجة احاول انه اغلقها باكثر الهواتف. فمثل ما تلاحظون انه مبدئيا اكو فد سلاسة جدا جدا كبيرة على هذا الهاتف نفسه، من ناحية الاستعمال البسيط، من ناحية الاستعمال المكثف، غيرت بشكل الايقونات، ضافت الالوان المميزة اللي تعتني بها شركة سامسونج وتفتخر دائما، لانه هي شركة سامسونج بصراحة انه شاشتها شاشة السوبر اموليد هي شاشة جدا جدا جميلة وتعطي اللون حقه، فضافت الالوان جميعها ولون الاسود حتى تبين دقة الشاشة عادي. وهذه التاسك اللي اختصارات اللي مثل ما تلاحظون امامكم بالاشعارات الخاصة غيرت على الترتيب الخاص بها البعض من مستخدمين اجهزة سامسونج راح يشوف انه هذا التغيير سلبي، اما البعض فراح يشوفه ايجابي. درجة السطوع ضافت بها تنبيه انه حماية البصر قد ما تعلي الأقصى حد من السطوع، وهذه هي الفقرة الجديدة، لأنه الأكثر بدأ يعاني من سلبية أنه دمار العين، وهذه أمامكم الحماية من الأشعة المضرة أو الفلتر اللي يكون على الشاشة نفسه، تقدر ببقية التطبيقات تحصلها أو ببقية الهاتف من تطبيقات موجودة على السوق بلي تحميلها، لكنه كتطبيق يجي بالجهاز نفسه فهذا الشيء يعني يكون إيجابي وشيء محسوب بالشركة سامسونج نفسه. ترتيب الايقونات اللي كان عند ما تنزل الاشعارات راح تلاحظ امامكم والاختصارات تتدرج من 6 الى 4 او الى 5 بترتيبك الشخصي، ولو ذهبنا للضبط مثل ما تلاحظون هذه الحركه اللي جميله اللي جدا جدا عجبتني من شركه سامسونج. الصراحه اكثر نظام حبيت استخدام الاسبيان او القلم من شركه سامسونج اللي هو النوغات على النوت 5 نفسه، راح تلاحظ انه القلم او الاسبيان يكون له اختصارات جدا جميله ومميزه، بحيث انه انت تواجه سلاسه جدا كبيره قد ما تستعمل القلم نفسه. وهذه امامكم التحديث هو النوغات من شركه جوجل الرسميه نسخه الخام، بعد ما عدلت عليها شركه سامسونج وضافت عليها اللمسات الخاصه به. فصراحة نظام جميل، وترتيب الايقونات كان به بعض التغيير من نظام الكيت كات زائد اللولي بوب زائد المارشميلو اللي كان 6 او 6.1، والان النوغات اجت به تغيير جدا جدا كبير. فمثل ما تلاحظون اذا انت مستعمل اللولي بوب او المارشميلو راح تلاحظ انه تغيير جذري، يعني من ناحية ترتيب الايقونات، من ناحية الاختصارات، من ناحية الولوج للضبط اللي اكل بعض يعني قد يخربط عليه مكان او فد فقرة بالضبط نفسه يواجه انه التغيير من شركة سامسونج نفسه، لكنه الشركة تشوف انه هذا التغيير ايجابي. فاحنا يعني ما علينا الا انه نجربه ونقدم تقرير هل هو ايجابي او لا، ويبقى الحكم الاول والاخير للشركة نفسه.
أما اختصارات الأسبين أو القلم فمثل ما تلاحظون أمامكم بيه عدة اختصارات طافتها تمكنك من أنه أنت تستعمل أو تحقق أقصى إفادة من القلم نفسه من ناحية التقاط الشاشة أو تعديل أو السكون أو ترتيب الأيقونات أو الاختصار السريع وغيره. هذه فقرة التصريح أو اللي دائما يطلب من عندك أنه أنت تعطيه صراحية أو أذونات استعمال التطبيق. فقرة السمات شركة سامسونج عدلت عليها وضاف السمات أكثر الواجهة النوغات من تحديثها نفسه. لو أجينا المدير الجهاز أو صيانة الجهاز هو هذا التطبيق الرسمي اللي ضافته شركة سامسونج وغيرت به تغيير جدا كبير. من خلال هذا التطبيق راح تعرف إمكانيات الجهاز بصورة عامة من ناحية الذاكرة من ناحية الذاكرة العشوائية من ناحية الأمان وغيره وقفل التطبيقات وتقدر تعمل صيانة بنفس الوقت. يعني بشركة هواوي كان أكو مدير الهاتف أما هنا في صيانة الجهاز بحيث أنه أنت من خلالها تقدر توفر ذاكرة من خلالها تقدر تقفل تطبيقات من خلالها تقدر تحرر مساحة يعني موجودة على الهاتف. فبالنهاية أنا أشوف صيانة الجهاز يعني تشمل السوفتوير والهادوير تقدر تسميه مدير الهاتف أو فد مسمي يعني يكون لائق بهذا التطبيق نفسه لكنه على العموم أنه هو ينطيك أداء جدا جميل راح يوفر عليك كثير من التطبيقات للحماية وغيرها. أما بالنسبة للأسبين واختصارات الأسبين فمثل ما تلاحظون الأيقونة اللي موجودة هي بجنب الشاشة نفسها فعندما تضغط عليها راح يظهر لك الأيقونات بشكل خيالي. شركة سامسونج غيرت من ناحية أنه إضافة الألوان اللي اعتنت بها بنظام النوغات بصراحة يعني الألوان كانت فد ميزة جدا جميلة بحيث أنه هي تنطيك مثل ما نقول فد نكهة للاستعمال وأكيد هذا الشيء يكون في فعالية الشاشة. هذا الزر اللي موجود بالأسبين اللي هو يظهر لك الاختصارات أدما تقربه لأحد أطراف الشاشة راح تلاحظ أنه هو يظهر لك الأيقونات من الطرف الأقرب للشاشة. ولو تحدثنا على أهم قطعة هاردوير على الهاتف نفسه وهي الكاميرا الصراحة أعتبرها كأهم قطعة هاردوير بسبب أنه التصوير صار في شيء ضروري للهواتف المحمولة. شركة سامسونج شركة غنية عن اهتمامها بالكاميرا نفسها فبحيث أنه هي بالفعل المتوسطة تعطيك كاميرا لا بأس بها وكاميرا جيدة. فكيف إذا اتطرقنا إلى هاتف فلاكشيب وهاتف موجه وهاتف بوقته كان هو الواجهة الرسمية الشركة سامسونج نفسه. الكاميرات على هذا الهاتف جدا جدا جميلة وروعة خاصة الكاميرا الخلفية بحيث أنه هي تعطي أداء ما كنت متوقعة. تراولي أنه النوغات ضاف في الدقة أو فد لمسات خفيفة من شركة سامسونج عدلت عليها بحيث انه انت اذا جربت الكاميرا على نظام النوغات او نظام المارشميلو راح تلاحظ انه اكو فد تغيير غير ملموس بالنسبة لك انت لكنه فد شيء تغيير ايجابي. تدرج التصوير من الHD للفول HD الى الفول HD هو 60 فريم في الثانية الى QHD والUHD يعني انطتك إمكانية لكنه خليه يكون ببالنا انه مو اهم شيء الدقة مثل سنسر الكاميرا. هذه امامنا سرعة الفوكس على هذه الكاميرا نفسها واو سرعة ممتازة. هذه درجة التقريب اللي هي تقريب للبعد الثامن يعني اللي هو الاكس في 8 المثبت البصري يعمل بشكل جدا كبير له تأثير جدا قوي على الصورة زائد الفوكس مثل ما تلاحظون يعني فعاليته جدا كبيرة عندما تنطي بعدين بعد قريب وبعد أعمق من البعد القريب فراح تلاحظ أنه أداء الكاميرا أداء مميز أداء لا بأس به أداء راح ينطيك واهس بتصوير أكثر اللحظات وأكثر الأماكن اللي تتواجد بيها. هذه أمامكم لقطة أخذتها وطيت زوم إلى أبعد حد مثل ما تلاحظون صراحة الكاميرا ما إلها منافس. طيب شباب هذا كل اللي قدرت أقدمه لكم. النوت 5 بعد التحديث كان شيء جميل جدا كان شيء يستحق الاقتناء ويستحق التجربة. اللي من النوت 5 بنظام المارشميلو واللولي بوب قد ما راح يجربه بنظام النوغات راح يلاحظ أنه أكو تغيير جدا جميل وهذه مقارنة بالحجم مع الميت 9 من شركة هواوي أعطاه نفس الحجم تقريبا. بالنهاية تقبلت حياتي أخوكم سجاد الشمري من قناة